مين ما ركض أو على الأقل إذا ما ركض سمع عن مبادرة لن تشرق الشمس قبلي، مبادرة رياضية اجتماعية أطلقها مدرب التنمية البشرية أشرف قرطام وحصدت مشاركة فعالة وكبيرة امتدت إلى بعض المدن في الدول العربية المحيطة فينا مش بس على مستوى البلاد. قبل كم يوم نشر أشرف فيديو دعا خلاله لرفع الوعي والاهتمام بمرض سرطان الأمعاء، وظهر خلاله مع فرق واضح بالوزن عن وزنه السابق. الوزن الجديد لأشرف منح الجمهور مساحة تثير تساؤلات حول علاقة سرطان الأمعاء بالوزن الجديد، وكتار يهتموا يطمنوا على حالة أشرف الصحية. قبل ما نحكي مع أشرف بدنا نشاهد جزء مقتطع من الفيديو ومنرجع. في مرض معين اسمه السرطان، يمكن الناس بتخاف تستعمل اسمه، وفي نوع معين من مرض السرطان اسمه مرض سرطان الأمعاء الغليظة. طمنا عن صحتك أشرف. صحتي بتجنن والحمد لله، أكيد بكتير أحسن من كيف كانت قبل 3 أشهر قبل ما أطلع وأركض. شاركنا شو صار بهالجلبة بهاليومين، يعني وصلتك تساؤلات، أثرت قلق الناس على صحتك، شو اللي صار؟ طلع يعني منيح يا أخ مصطفى أنه أجاني على التليفون منك، أنه الواحد أحيانا يوضح، مع أنه يعني أنا مش مستغرب بصراحة، بطلت أستغرب من إشي بصراحة. يعني كثرة التليفونات أول إشي اللي عم بتطمنوا عن صحتي، وطبعا بعدين غير التليفونات اللي تعرف الحكي اللي بصير يجيك من الناس، أنه سألونا أنه قالوا لنا أنه هل بالفعل أنه، وأنا بصراحة استغربت، أنا أكثر من أنه استغربت انصدمت بالأول، وين رايحين؟ هي كيف لو انه يعني كنت مسكر الكاميرا ومش عم بعمل رياضه بشكل يومي صار لي 3 أشهر مع الناس، شو كانوا عملوا فيي؟ شو كانوا حكوا؟ طبعا الناس قدرت، يعني اللي معني، طبعا اللي معني، انا عندي ادعاء، هذا بس اللي معني، وهذا ايش ما بتساوي، بدي ادور على الجوانب السوداويه بحياته وبحياتنا. اللي معني صار يربط بين الفيديوهات الاثنين، مع انه عم بقول مع اقترابي لجيل ال50، ما قلتش انه صرت 50، وقلت انه الفحص بيسووه بعد جيل ال50. يعني بشكل واضح مش عم بحكي عن نفسي، عم بحكي عن انسان صار يهتم بصحته، بهمه كثير يهتم بصحه مجتمعه، وعم بدعي الناس، بقول لهم يا جماعه انتبهت من ناحيه صحيه، انه بعد جيل ال50 حلو الواحد يعمل فحوصات بالذات على هذا النوع من المرض. وقررت انه انا اساهم بانه اكون جزء من حمله توعويه لمجتمعي لشعبي، ومش يعني عم بركض ومكيف على حالي وصحتي منيحه وخلص، انما كمان هقول للناس انه تعالوا نواجه، نعمل فحوصات بالوقت. أشرف في جزء اكيد من اللي اثاروا تساؤلات وحبوا يطمنوا، كان الدافع تبعهم محبه وقلق على اشرف ولا شخص اشرف، ولكن اكيد في ناس اللي حبوا يثيروا نوع من الإشاعة أو نوع من التوجه المختلف. أنا يعني أنا بشكرك على الملاحظة، والجواب هو نعم الشقين. في ناس اللي بهمه صحتك، وهذا بسرعة تسلق، وبعد دقيقة أشرف بس طمنا ما فيش إشي، بس في ناس إشي مش طبيعي بهم الإشاعة، بهم موضوع تشتغل فيه، وهدول أنا مركز عليهم إسا بهاي المحادثة. هدول نفس اللي كانوا يخبطوا على بطني لما كان عندي وزن زائد، ومالك وبتعلم الناس التحفيز وليش هيك بطنك سابقك، لما ضعفت نفس الناس مالك مريض ليش هيك عينيك. والله العظيم أجتني أسئلة زي بتتعاطى مخدرات، أو أشرف كأنه بتعاطى مخدرات، سكتوهن، متأسف بديش أستعمل مصطلحات غلط، سكتوهن، ما رجعنا عملنا الفيديو هذا. نفس الناس، أنا بحكي كصفة، نفس الأسماء، يا أخي صح بس مريض، يعني ما هو هذا. طلع اللي بدوش يطلع على حاله بالمراية أهون له دائما يلوم غيره ويطلع على غيره. أنا أخ مصطفى تعرفني قد إيه عفوي، ويمكن بعد ما أطلع كلمتي بعد يومين أهدى شوي أقول ليش أنا هيك حكيت بهاي النبرة، بس أجل وقت هقول لمجتمعنا أو جانب معين بمجتمعنا بكفي نلتهب إشاعات، بكفي ندور على شغلات بس نحكي فيها ونكون نميمي، هيك بتقدمش مجتمعنا، هيك بتطورش مجتمعنا. تعالوا نطلع على الجانب المشرق تبع مجتمعنا، الجانب اللي بيقول لك اعمل فحوصات، اللي بيقول لك اعمل رياضة، اللي بيقول لك فكر بمستقبلك، اللي يعني بيقول لك كون انت جزء من التغيير. اعتقد الرسالة وصلت أشرف، بدي أشكرك والحمد، يعني ان شاء الله يضلك مطمنا ومطمن على صحتك دائما، يعطيك ألف عافية. تسلم، أهلا فيكم. أهلا. المشي أو ركوب الدراجة الهوائية لمدة 30 دقيقة في اليوم من الممكن يخفض معدل الوفاة من مرض سرطان الأمعاء الغليظة بنسبة 34%، وبيحسن القدرة على التغلب على المرض هذا بطبيعة الحال.